احنا محددين مستهدفاتنا على اساس رقم واحد ان نحقق 2% من الناتج المحلي الاجمالي فائض اولي. الفائض ده هو عباره عن الفرق بين ايراداتنا ومصروفاتنا بدون الفوائد. احنا السنه اللي فاتت حققنا 2%، السنه دي ان شاء الله باذن الله مستهدفين نحقق 2%، وانا اعتقد ان احنا الحمد لله في النص الاولاني حققنا احسن من السنه اللي فاتت، وبالتالي ده بيدينا مؤشرات ان هو ان شاء الله باذن الله على 30/6 نحقق المستهدف ل 2%. المؤشر الثاني كان الدين، الدين للناتج المحلي، حجم الدين بتاعنا الى الكميه اللي احنا بننتجها كمجتمع السنه دي او المتوقعه، احنا كنا حاطين انه يكون 89%. احنا اشتغلنا وعملنا تسويات وعملنا سداد وما الى ذلك، ده بيخلينا نعدل المستهدف للافضل ونقول ان توقعاتنا انه الدين للناتج المحلي ينزل ل 83، افضل من اللي كنا مستهدفينه 89%. ده شيء كويس لانه احنا كنا بنشتغل على تخفيض الدين، لان لما بخفض الدين بخفض خدمة الدين وبخفض موارد الدولة اللي رايحة بتسدد فوائد الدين، فده مؤشر كويس وهينعكس ان شاء الله باذن الله واحنا بنعمل الموازنة الجديدة، فده بيدينا مساحة افضل لان موارد الدولة تبقى رايحة في الاتجاه المكان او المكان الصح بتاعها للتعليم، للصحة، لخلق فرص عمل واستثمارات. المؤشر الثالث هو العجز الكلي. العجز الكلي هو عبارة عن اللي جاي من الأولي زائد الفوائد بتاعة الدين. احنا يمكن المستهدف هو 7.2 ان احنا نحققه على 30/6. بأكد ان شاء الله بإذن الله الأرقام اللي قدامنا والأداء اللي قدامنا بيقول ان شاء الله نحقق 7.2. طبعا كمواطن ممكن تقول لي طب انا عاوز احسن مستوى المعيشة بتاعتي، انا مستهدف ان انا احسن فطبعا انا بقول تحسين مستوى المعيشة ده ليه عناصر متعددة، عنصر منها انه السيطرة على الأسعار وان السلع تبقى متوفرة بحيث ان وحدات النقود اللي معايا تمكنني من شراء كمية السلع والخدمات، لانه لو الأسعار ترتفع كل يوم مع كمية الفلوس اللي معايا مش هقدر. فالحمد لله الفترة اللي فاتت شافت ان توافر السلع وشافت انه الاسعار بتستقر، مفيش التضخم، التضخم معدلاته نزلت الحمد لله. الحاجة التانية اللي ممكن تقولي عليها ايوة برضو الخدمات المقدمة ليا، ما انا لو الخدمة مش بنفس الجودة او مش متوفرة او كده هضطر ان انا ادفع ثمنها او ادفع ثمنها اكتر، برضو دي نقطة من النقاط اللي احنا بنشتغل عليها انه اهم الخدمات، الصحة، التعليم، مثلا توافر وسائل المواصلات، الكلام ده كله تبقى متوفرة للناس. العنصر الثالث انك تديني دخل مع يعني توافر السلع ومع استقرار الاسعار، ان تديني دخل يمكنني ان انا احسن واعوض الفتره اللي كان فيها تضخم، وده اللي بنشتغل عليه انه باستمرار ان شاء الله باذن الله الموازنه العامه للدوله تكون فيها يعني ما يمكن من ان نحقق الكلام ده. فالحمد لله ان ربنا كرمنا سبحانه وتعالى ان احنا بنعمل الاثنين، عمالين نخفض العجز، عمالين نخفض الدين، وفي نفس الوقت بنصرف علشان نمول المشاريع دي كلها.